السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وأعزائي طلاب الصف الأول المتوسط. سعدنا إن إحنا نقدم لكم اليوم درس جديد من دروس الهندسة اللي هي الأشكال المتشابهة. عزيز الطالب، عايزك تناظر معايا للنشاط الموجود. الأشكال فكل زوج لها الشكل نفسه ولكن بقياسات مختلفة. عايزك تنسخ الأشكال ديت على ورقة منقطة عندك وتوجد قياس كل زاوية باستعمال المنقلة وطول كل ضلع باستعمال المسطرة. هتلاحظ هنا أشياء كده عندنا، مثلا شوف أنت ألف باء في المستطيل الصغير بتقابل مين في المستطيل الكبير، هاء واو. طيب عايزين نسمي كل أزواج الأضلاع المتقابلة في كل زوج من الأشكال، يعني رمز ألف باء ده اللي عليه شوطة من فوق بيعني القطعة التي طرفها ألف وباء، تمام؟ لو انا قلت لك اكتب لي النسب اللي انت قدرت ان انت توصل ليها بعد ما قست كل الاطوال اللي انا قلت لك عليها، وعايزك تكتب لي النسبه أ ب على هاء واو، شوفها كام على كام كده. طب قس لي كده الباء ج وواو ذ وهات النسبه بتاعتهم. د ج على ذ ح، و أ د على هاء ح. وبالنسبه للشكل الثاني ك ل على س ص، و ل م على ص ع، وك م على س ن. شوف هتلاحظ ايه اللي انت هتلاحظه على النسب الاضلاع المتقابله عندك، في حاجة هتبقى واضحة جدا عندك هنا. وعايزك تسمي لي كل زوج من الزوايا المتقابلة في الأشكال السابقة، وقول لي برضه هتلاحظ إيه على هذه الزوايا. هل ممكن تستنتج حاجة من الأشكال اللي أنت شفتها الحين؟ أيوه، أنا حاسس كده إن أنتوا ها ابتديتوا توصلوا لحاجة، إن الأشكال ديت في الشكل أ والشكل ب أشكال مالها متشابهة، لكن ليس من الضروري أن يكون لها القياس نفسه، وبالتالي تسمى الأشكال التي لها الشكل نفسه وليس بالضرورة أن يكون لها القياس نفسه أشكالا متشابهة. زي لما أجي أقول إن المثلث أ ب ج يشابه المثلث س ص ع، لو أنا حبيت أعمل أكتب الجملة ديت برموز أعمل علامة مثلث، ودي بتدل إن ده اسمه مثلث، العلامة الصغيرة اللي أنت شايفها في آخر سطر عندك اسمها المثلث أ ب ج، العلامة اللي مايلة شوية ديت اسمها يشابه المثلث س ص ع. يبقى المثلث أ ب ج يشابه المثلث س ص ع. ناظر هنا كده معايا للمثلث أ ب ج والمثلث س ص ع، هتلاحظ حاجة مهمة جدا عندنا، إن قياس زاوية أ يساوي قياس زاوية س، قياس زاوية ب يساوي قياس زاوية ص، قياس زاوية ج يساوي قياس زاوية ع. ولو أنت جبت أ ب على س ع هتلاقي النسبة بتاعته 4 على 2 يعني 2 على 1. ولو جبت أ ب على س ص هيبقى 6 على 3 يعني أيضا 2 على 1. ولو جبت ب ج على ص ع هيطلع 3 على 1.5 أيضا 2 على 1، يعني الأضلاع المتناظرة متناسبة والزوايا المتناظرة متطابقة. طيب نقول دلوقتي عندنا هنا هوت، إذا تشابه شكلان فإن الأضلاع المتناظرة متناسبة والزوايا المتناظرة متطابقة. وهنا قلنا ان المثلث أ ب ج يشابه المثلث د هاء واو، والرمز اللي احنا قلنا عليه في الوسط ده اسمه رمز التشابه. وقدرنا نوصل الى ان مع بعضينا ان الاضلاع المتناظرة متناسبة والزوايا المتناظرة متطابقة. طيب ناظر معايا كده في المثال رقم 3، ايا من اشكال شبه المنحرف الاتية تشابه شبه المنحرف د هاء واو ز. د هاء واو ذ ده شبه منحرف وعندك اضلاع، وعندي هنا على اليسار ثلاث اشكال لشبه منحرف باطوال مختلفه، عايزك تشوف لي مين فيهم اللي بيشابهوا بالظبط كده. هنشوف عندنا ان هو هاء واو اول واحده مع طاء فاء هتطلع 4 على 6 يعني لما اختصرها تصير 2 على 3، لكن واو ذ على فاء قاف تطلع 12 على 14 بعد الاختصار تساوي 6 على 7، لا يشابهوا. لكن لو انت شفت الشبه المنحرف س ص ع راء هتلاحظ ان هاء واو على س ص بتساوي 4 على 3، وواو ذ على ص ع تساوي 12 على 9 بعد الاختصار تساوي 4 على 3، يعني نفس النسبة عندنا. خلاص يبقى معنى كده ان الشبه المنحرف هاء واو ذ د هيشابه شبه المنحرف س ص ع راء. طب نشوفه كده مع الشكل الأخير ك ل م ن، هاء واو على ك ل هتساوي 4 على 5، أما واو ذ على ل م هتساوي 12 على 10 بعد الاختصار تساوي 6 على 5، لا يشابه. يبقى أنا ما عنديش إلا إن
الشكل شبه المنحرف، اللي هيشابه شبه المنحرف د هاء واو ذال هو شبه المنحرف س ص ع راء. طيب نشوف مع بعض كده إيجاد قياس الأضلاع في المثلثات المتشابهة. عندك إذا كان المثلث لام ميم نون يشابه المثلث س ص ع، أوجد طول س ص. طيب آدي الرسم، عندنا مثلث اسمه لام ميم نون عليه أطوال أضلاعه كاملة ويشابه المثلث س ص ع، وعندنا ضلعين منه معروفين والضلع س ص مجهول، عايزين نعرف طوله كام. هنقول طبعا بما ان المثلثين عندنا متشابهين يبقى نسب الاضلاع المتناظره مالها متساويه. برافو عليك. طب نعرف نكتب التناسب بالظبط كده، نقول لام نون على عين صاد تساوي ميم نون على سين صاد، وبالتالي اكتب الارقام اللي عندي، لام نون معوض عنها بستة، عين صاد معوض عنها ب18، ميم نون معوض عنها ب4، وسين صاد وليكن مثلا هنسميها الف. طبعا لو انا سويت ضرب تبادلي تبقى 6000 تساوي 18 في 4، يعني 6000 بتساوي 72. لو قسمت الطرفين على 6 تطلع الالف بتساوي 12، ويبقى معنى كده ان طول س ص في المثلث س ص ع هيطلع 12 متر. طيب عندنا مساله ثانيه، عندنا نهوت من واقع الحياه. شايف انت الشكل اللي مرسوم عندك هنا في الصوره؟ عندك ينبوع يندفع يدفع الماء الى ارتفاع 18 متر فيصنع ظلا طوله 13 متر، ما ارتفاع الشجرة قريبة منه تصنع ظلا طوله 19. على افتراض ان المثلثين متشابهين برضه هكتب نفس نسب التناسب اللي عندي، واسمي ارتفاع الشجرة هسميه مثلا الرمز برمز س، هتبقى س على 18 تساوي س على 18 هتساوي 19 على 13، تمام؟ أو إن أنا ممكن أقول س على 19 تساوي 18 على 13، وأبتدي أعمل طرفين في وسطين تبقى 13 في س تساوي 18 في 19، يعني 13 س تساوي 342، وأقسم على 13 الطرفين تطلع س بتساوي 26.3. طب أي المستطيلات الآتية يشابه المستطيل أ ب ج د؟ عايزك بنفس زي المسألة اللي حليناها من فترة تحاول كده بتشوف، وادي الإجابة عندك هنا. طب اوجد قيمة قياس زاوية س، اوجد طول قيمة س في كل زوج من الأشكال المتشابهة. عايزك تعرف لي الس قيمتها كام عندنا، نفس المثالين اللي كنا حليناهم من فترة من شوية. في الجزء الأول سؤال رقم 2 س تطلع ب 35، وفي سؤال 3 هتطلع س بتساوي 45. وآدي برضه مسألة تانية عندنا برضه شكلين بفرض إن هما متشابهين مثلثين، عايزين نعرف ارتفاع سرية العلم بكام. بنفس الشكل اللي احنا عملناه من شوية تقدر تحسبها، والس تطلع معاك ب 720. طيب المثلث أ ب ج برضه عايزين نشوفه مين بيشابهه في المثلث الماضي. دي تضارب عندنا، أي متوازيات الأضلاع الآتية يشابه متوازي الأضلاع، أي متوازيات الأضلاع التالية يشابه متوازي الأضلاع ك ل م ه، تمام، وأوجد قيمة س في كل زوج من الأشكال المتشابهة. كده عزيزي الطالب نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.